وندخل على الجزء الثالث والأخير من المراجعة، ماشي؟ وهي بتتكلم على جرامر تراكمي. أول حاجة بنبدأ بالضمائر، بيقول إيه هنا؟ I lent him، أنا سلفته my dictionary، القاموس بتاعي، لكنه ضيعه. مين اللي ضيعه؟ هو اللي ضيعه، فاعل ثم فاعل، ماشي. Has أحمد finished the reports yet؟ هل هو خلص التقارير بعد؟ قال لا والله لسه، هو لسه شغال عليها في المكتب. طبعا التقارير ات، بس خد بالك دي تقارير جامعة، هتبقى ذم، خد بالك من ديت، مضحكش عليك. Luxor is a great holiday destination. الأقصر طبعا منطقة أو مزار سياحي، with نقط amazing monuments، بآثارها الجميلة. طبعا الأقصر غير عاقل، اتس. أسامة is standing between، بين عمر and، نقط حرف جر يبقى مي. طيب is this your brother's bike؟ هل دي العجلة بتاعت أخوك؟ No it's mine. طب ليه ما قلناش الأخيرة it's his؟ ما أنا بقول لك لأ، يبقى إزاي it's his؟ هل دي عجلة أخوك؟ لا ده عجلته. لا طبعا، يبقى it's mine، انها ملكي. طيب اللي بعدها بيقول have you seen my keys؟ جميل السؤال ده، هل شفت مفاتيحي؟ yes they are on the table beside، ما اقولش beside me، جنبي، لا جنب mine، جنب مفاتيحي، هتلاقيها جنب المفاتيح بتاعتي، ما هو لو جنبية هقول لك خدها خلاص. طيب فدي حلوة برضو، سؤال حلو. سبعة lots of people، ناس كتيرة جدا are coming to the party، جاية الحفلة. it looks like going to، ده اي ان جي، يبقى عايز از، يبقى الاخيره it's going to be fun. I love you، انا احبك، for not not for your money، احبك لذاتك انت، يبقى for yourself not for your money، ولو money ماشي شويه يعني. Our house is not as modern as بيتنا، ما هواش حديث زي بيتهم، بيتها بيته، يبقى انا عايز ضمير ملكية، دي كانت ناقصة theirs ودي عايزة hers، يبقى الأولى. طيب a friend of نقط، صديق لي suggested visiting the museum، اقترح علي زيارة المتحف، but I didn't like the idea، بس ما عجبتنيش الفكرة. a friend of mine، صديق لي، او a friend of my own، برضو صديق لي، الاتنين دول ينفعوا، هما زي بعض، a friend of mine او a friend of my own، الاتنين صح. طيب هلال لوست، فقد او ضيع شغل يوم بحاله لما الكمبيوتر بروك داون، اتعطل، يبقى اسمها a day's work، شغل يوم كامل. اوكي طيب رقم 12 بيقول ايه؟ بيكلم بي، بيقول له do you need to turn off the heater، عايز تطفي الهيتر السخان؟ قال له no it will actually turn نقط off، بيقفل نفسه بنفسه اوتوماتيكي، يبقى itself. All people أو all the people، كل الناس were my friends but I didn't like the party not، الناس كلها اللي كانت في الحفلة كانوا صحابي وكل حاجة، بس أنا ما عجبتنيش الحفلة نفسها، يبقى itself. Every student، كل طالب، will get a laptop of not own، كل طالب سواء كان ولد أو بنت طبعا سيحصل على مين؟ على اسمه اللابتوب بتاعه الخاص، to help them، طبعا معرفش إذا كان ولد أو بنت، with their اسمه school work، يبقى a laptop of theirs. انا ما اعرفش اذا كان ايه، انا عرفت انها مؤنث، انها طالبه، مش عرفت عشان اختار الثالثه، واصلا عشان يحلها لك جاب لك them وجاب لك their. طيب يعني ايه a laptop of theirs؟ ما احنا لسه قايلين من شويه a friend of mine، يبقى اسم of ضمير ملكيه، او my own his own your own وهكذا. طيب look not isn't much time left، لا يوجد وقت متبقي، يوجد يعني ايه في الانجليزي؟ there. have you read، ايه ده انت قريت جرايد النهارده؟ يبقى قلت today's paper، زي a day's work، خد بالك من دي. طيب if I had a car، انا لو عندي عربيه ملكي يا ولا، I wouldn't have to ask my brother to drive me around، مش هطلب بعد كده من اخويا انه يوصلني، يبقى a car of me غلط، of my own، وينفع الأخيرة ايه بقى؟ of mine. اوكي لسه قايلها من شوية. a secretary، السكرتير او security guard checked the نقط and، اسف security، the security، معلش انا برضه مش راكبة، قال لك السكيورتي جارد اللي هو الراجل بتاع الأمن او حارس الأمن checked،
فحص الايه كده اند ليت ذيم ان، وسمح لهم بالدخول. يبقى الشنط بتاع الراكب الواحد ولا الركاب؟ شرفني. لا بقول لك ذم. اوكي يبقى واصلا الطياره مش هيبقى فيها باسنجر واحد حتى يعني، يبقى اقول باسنجرز باجز، هتبقى حرف البي اجمع واحط ابوستروف بس. اوكي اسمها الباسنجرز باج باجز. طيب this boy never pays attention to his نقط، عمره ما بينتبه لمين او يركز على نصيحة اهله، وبيبقى مع انه بيحبهم كويس جدا. يبقى اجمع ال parents الاول بعد كده احط مين؟ apostrophe، يبقى الاخيرة. طيب she hasn't، نيجي بقى للسؤال المزيل، she hasn't got، انا عندي hasn't فانا محتاج has. طيب هنا reads اخرها اس، فانا محتاج does، وان فيها تبقى doesn't he. you are Egyptian، are هتبقى aren't you. they had left، had هنا فعل مساعد يبقى اقول hadn't they. didn't use، didn't موجودة يبقى did، هدى مفرد هي مؤنث تبقى did she. تمام. اللي بعديها هاني isn't sleeping، isn't انا عايزها is يبقى is he عشان ده هاني. تامر وفاطمة will arrive يبقى نفي will won't، وهم جمع الاثنين تبقى won't they، ليس كذلك، مش هو لوحده ولا هي لوحدها، دول اتنين مع بعض. she always has lunch، هنا has فعل اصلي واخره اس تبقى doesn't she، ليس كذلك. they had، هنا had فعل اصلي بس في الماضي اقول didn't they، didn't دور على didn't they، اليس كذلك. طيب بعد كده بيقول he always read، مع ان he read، read يعني ما فيهاش اس المضارع، يبقى ده ماضي احذر، فالاجابه هتبقى didn't he. فين بقى didn't he؟ قدامك طبعا، كان فيها نقط بس انا نسيت احطها يعني، معلش سوها عليا. طيب he doesn't sing in the bathroom، ما بي ايه ما بيغنيش في الحمام لحسن يتلبس، فdoes هنا does sing، ده اسلوب توكيد، هو بالفعل يغني، ده افتكرها doesn't does sing، يبقى الاجابه هتبقى doesn't he، سهله. طيب you have never seen، have هنا فعل مساعد عشان الاصل seen، يبقى haven't you، بس هنا في مين؟ never، ما ينفعش haven't you، هتبقى have you، أليس كذلك؟ اللي بعده playing a musical instrument، إن لعب أو عزف آلة موسيقية isn't as easy as supposed، ما هو سهل زي ما الناس شايفة. طبعا isn't هتبقى is بس، فبقى الفاعل لعب مش الآلات، لعب بالآلة الموسيقية بقت، فالإجابة هتبقى isn't. used to ماضي بسيط، فالإجابة didn't he، سهلة. A student، الطالب، who is lazy، طبعا who is lazy أكنها مش موجودة، الطالب الكسول ماله، cannot accomplish، طبعا cannot هتبقى can. طيب أنا مش عرفني بقى الطالب ده ولا طالبة، المفروض can they، بس مفيش can they في الاختيارات، فالإجابة هتبقى can he، فنعتبره مذكر. أوكي طالب واحد، و accomplish معناها يحقق، لا يمكن أن يحقق أي شيء. طيب anybody، طبعا somebody و everybody والكلام ده تحول لمين؟ إلى they، يبقى هي غلط وشي غلط. فقال لك اي حد بيتكلم عربي از ويلكم، ان هنا از طبعا اتحول لجمع ذي، فذي هتبقى ار، از مثبت يبقى انا اقول ار ان ذي، اليس كذلك؟ طيب اي دونت سبوز، انا لا افترض، زي لا انا لا اعتقد، في البدايه نفي، فانا اللي جوه كانه نفي، اذا هتبقى از، از انت بقى اللي هي موجوده كانها ازنت يعني، هتبقى از ذير، وزير ما بتتغيرش. اوكي ماشي. there has been، خلي بالك في هنا has، المفروض تبقى hasn't بس في no، يبقى has there، خد بالك من دي. let's، shall we او shan't we، سهلة. I am، aren't I، دي حاجات محفوظة. lovely day بادئ بصفة، isn't it، خلصانة. somebody has taken، somebody تبقى they، هي غلط وشي غلط وإت غلط، تخيل، خلصت. طيب اللي بعدها nothing can be done at that moment او at this very moment، في هذه اللحظة بالذات. طيب اول حاليا كان هتبقى كانت، بس ده فين؟ نو no، نفي، يبقى كانت تفضل زي ما هي، وناثينج غير عاقل ات، كانت ليس كذلك. طيب خش على الارتكل والنو ارتكل والكلام ده. he enjoys swimming، بيحب السباحة. he goes to the swimming pool 3 times a week، كل اسبوع. الرحلة بالقطر بتاخد an hour، ساعة. ماشي الكلب طلع يا جماعة، خدوا بالكم هو على ردك. طب الشمس ذا، يوروب، أوروبا، القارات ما تاخدش حاجة.
هوليداي اجازه قبلها صفه يبقى ان اكسايتنج هوليداي. الكاربنترز بيستخدم جلاس اند وود، دي مواد خام ما تاخدش حاجه. طيب ابوه رايح المدرسه عشان يشوف المدرس، يبقى طبعا للزياره ذا. طيب انا بحب البلطانات الثلاثه دول، ويتش نقط دو يو لايك بيست؟ هما ثلاثه اصلا ومفيش حاجه اصلا بعديهم، ويتش دو يو لايك خلاص. ينفع اقول ويتش وان، ماشي، اي واحد فيهم، ويتش بير، اي زوج منهم، بس ما فيش خلاص، يبقى نو ارتكل. انا عايز اروح الجامعه لما اخلص الدراسه، هنا سكول هنا بمعنى دراسه، يبقى نو ارتكل. فرانس جزء من الاتحاد الاوروبي، فديت منظمات ذا. طيب اللي بعديها اخر بقى صفحه تقريبا، بيقول ايه بقى في اخر صفحه هنا؟ بيقول اي اسك كده علي تو باي مي، اشتري لي بقى رايتنج بيبر، ماشي، رايتنج بيبر اللي هو بقى ورق الكتابه. كلوز، غمض عين وافتح التانية. الاي مفرد يبقى كلوز ان اي، ماشي، اند ذن ذا اذر، افتح واحده بعد كده اقفل واحده بعد كده التانية. انا حلمت بمستقبل الناس هيبقى كل واحد عنده شقه جديده، او هي حلم مستقبل يكون عندها شقه جديده، يبقى حلم تبقى بمستقبل ما بشكل من اشكال المستقبل، a future، حلو قوي. لكن in the future معناها حاجه تانية اسمها في المستقبل، لكن هي حلمت بمستقبل. طيب صابر ده شغال في security at university، at ده مكان شغله، يبقى at university، ماشي، في الجامعه. طيب we are having، بصراحه السؤال ده ابن لذينه، we are having نقط dinner to welcome، عشان نرحب بالمدير الجديد. يبقى معنى كده احنا عندنا ايه بقى؟ الدينر ده يا ولاد نسميه حفل عشاء، حاجه اوكيجن، حاجه رسميه، فساعتها ده غريبه اول مره تقابلها في حياتك. we are having a dinner، احنا عاملين كده عشاء عمل عشان نرحب بالمدير الجديد. فهنا دينر ده مختلفه تماما، عشان بيتكلم معناها اوكيجن، عشاء عمل، ده موضوع تاني خالص. عرفت ازاي؟ انه بيرحب بالمدير الجديد، اوكي، تطبيله يعني. when his family moved to Cairo، لما عزله راحوا القاهره، علي راح ايه بقى؟ الى مدرسه ما في مدينه نصر، يبقى اسكول. طيب not of my friends came to my birthday party، كم واحد من اصحابي جم الحفله مع اني يا جدع عزمتهم كلهم ولاد الجزمه. فاقول بقى مين؟ a few of my friends، عدد قليل منهم، هم قليل بس يكفيني، الباقيين مش مهم. ده بص المدير شو ايه كده؟ enthusiasm، enthusiasm معناها حماس، والحماس لا يعد، وده ما فيش نافي عشان احط اني ولا خسائر، يبقى ماتش. بوليتكس، علم السياسه او السياسه يعني، بوليتكس كانت ماده ما شاء الله مهمه جدا ليا، فطبعا تعامل معامله المفرد ده، جمع اتبائز. كلوثس، الملابس المصنوعه من السلك من الحرير، الى حد ما اكسبنسيف، طبعا الملابس مش دعوه بالحرير، دي المصنوعه من الحرير، يبقى الملابس هنا جمع اعتبار. كم عدد ايه كده اللي انت كم عدد المرات اللي زرت فيها مين؟ البلد او بلدنا، يبقى هاو ماني تايمز، كم عدد المرات. امال تايم بس معناها مره واحده وتيجي بمعنى الوقت، اوكي. طيب ذا مان وينت تو ذا نيوز ايجنت، راح الراجل بتاع الجرايد، يبقى هيشتري ايه؟ مش ورق خام، لا، ا بيبر، جريده ما. طيب 65 بيقول يو نيدنت وري، ما كنتش محتاج انك تقلق اصلا. ليه بقى؟ ذير از نوت اوف تايم، هناك وفرة من الوقت، plenty of time، عندي plenty of time يعني وفرة من الوقت. طيب the furniture، الموبيليا اللي في الشقة ديت طبعا لا تعد، اللي هي furniture هتبقى is وتستفل يعني، قلنا مين؟ ذوقها حلو. lightning اللي هو البرق، لا يحدث في السماء أثناء المطر، أثناء النهار آسف. أولا appear ما تجيش في المجهول، فتابع حرف السي غلط. lightning مفرد أصلا، يبقى don't غلط و have غلط، فالإجابة هتبقى doesn't appear، ودي حقيقة أصلا، فجاب لك مضارع بسيط. I'm reading Anthony Hope novel، طبعا أنتوني هوب ده أصلا كاتب مشهور يعني، فقول لك أنا أقرأ إحدى روايات أنتوني هوب، يبقى أنتوني هوب هنا مجرد صفة، يبقى هتبقى مش an Anthony Hope، لأن يعني بدأ بحرف متحرك. طيب 10 minutes طبعا مسافة أو مدة العشر دقايق كذا، العشر دقايق خلصوا يعني، ما تيجي نستنى خمسه كمان. طبعا قلنا تعبيرات السرعه والمسافه والكلام ده كله، تعامل معامله المفرد ده مصدر ما ينفعش، هاف ما تنفعش، طبعا فاضل الاثنين بس، دي حقيقه وغير مواعيد وخلافه، لكن ال 10 دقائق عدت، لقد انتهت ال 10 دقائق،
has passed في وقت غير محدد، فاحنا هنستنى 5 كمان. It's not the teacher of math that I hate. مش مدرس الرياضة هو اللي أنا بكرهه. لا، I hate mathematics، أنا بكره الرياضة نفسها. الرياضة غير عاقل ومفرد تبقى itself. يا مستر بس جمع، لا تعال معاملة المفرد. There's بصراحة ده جامد. هنقفل به الايه؟ هنقفل به الفيديو. فهناخد بس الأول 72. وبرضه دي سؤال حلوة برضه، فهناخد مشيهم واحدة واحدة. قال لك there is not dollars، طبعا دولارز يعني جمع. ماشي كده؟ فلو قلت 2 دولارز يبقى أنا أكدت على الجمع. a few dollars أكدت على الجمع. some dollars أكدت على الجمع. طب إيه المشكلة يعني؟ بيقول لك take one، خد واحدة وسيب الباقي لأخوك. طيب، المهم نرجع لكلمة دولارز. طب إزاي دولارز جمع وجايب لي there is مش are؟ هي دي الفكرة. لو انا اخترت صم او a few او تو يبقى انا كنت لازم غصب عني احول از لار. طب الحل a couple of ادوات تجزئة اللي هتحافظ على از وهتحافظ على الدولارز. تخيل بقى، زي a piece of، a slice of، a pair of. طيب the number of books in the library، عدد الكتب اللي في المكتبة. the number لما الاقي كلمة a number تاخد ار، لكن the number تاخد از، وده تصريف ثالث. ماشي؟ طبعا هتبقى has risen، لقد ازدادت او ارتفعت عدد الكتب اللي في المكتبة في خلال او لاكثر من 500 5000 كتاب. اوكي؟ طيب يبقى كده يا جماعة نكون خلصنا الحمد لله اجابات المراجعة. اتمنى انك تكون استفدت منها الاستفادة اللي انا كان نفسي او اللي انا عايز اوصلها لك، ودمتم في امان الله، ونشوفكم في مناسبات أفضل، ونستعد بقى للامتحان الشامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.